هقول لك على المعلومة. طبعا هقول هدولك انا بقى بعد ما نخلص. مساء الخير. مساء الخير. استنى لحظة واحدة بس لما اخلص الموضوع خلي بالك. اللي حصل ازيك؟ Do you want to tell your father what you did today? خلينا نتكلم بقى. اتفضل. حج بقى دليفري حج بقى، فكرتني عم دقكر من النقطة ومشان هيك ما رديت، على القليلة ما تستهبلني بتعرف؟ ايه بعد كم يوم؟ بعد كم يوم؟ كم يوم؟ قل لي بالضبط. قلت ابنك اليوم بالمدرسة بدك تعرف؟ أكل لحم الخنزير هيدا، تعال هون قل له شو عملت. تفضل بدك تقله؟ ايه مستحيل، والامام جرسني قدام الكل كانه انا ما بعرف ربي اولاد. خلص ما في خير، روح اعمل دليفري. تفضل.